انا بمشي بلف كتير بالعربيه وبقابل ناس كتير، والله العظيم ما حد جه قال لي من الناس اللي بصاد دول غير حاجه واحده، ربنا يعينك وربنا معانا، ربنا يعينك وربنا معانا. بقول كده ليه؟ مصر مش امانه في رقبتي انا بس ولا في رقبه الحكومه بس، مصر امانه في رقبتكم كلكم يا مصريين، الصغير والكبير، الصغير والكبير، كل حاجة تهون، كل حاجة تهون إلا بلدكم أو بلدنا، كل حاجة تهون إلا بلدنا. يعني مش هناكل إحنا بناكل، مش هنشرب إحنا بنشرب، كل حاجة ماشية. طب غالية أو بعضها مش متوفر، إيه يعني؟ يعني أقول لكم ربنا مدينا مثال حي لناس مش عارفين ندخل لها أكل. الإيه؟ الأكل الإيه؟ الأساسيات، شوية قمح أو شوية دقيق وشوية زيت عشان يعملوا لقمة عيش ياكلوها بقالنا 4 شهور. بالمناسبة غزة كنا بندخل لها قبل كده، مش يعني كان حجم الناقلات اللي بتخش لها كل يوم 600 شاحنة، 600 يوميا. احنا ما وصلناش في اعلى تقدير يمكن من يومين ثلاثه اكتر من 200-220 شاحنه. طب الناس دي عايشه ازاي؟ الناس دي عايشه ازاي؟ بالمناسبه انا بقول الكلام ده ليه؟ لان اتقال كلام كتير على ان مصر هي السبب. لا لا، انا هقول لكم كلمه صعبه قوي، انا هروح من ربنا فين لو انا السبب؟ لو انا السبب في ان انا ما ادخلش لقمه عيش لاقدر ادخلها لغزه، اروح من ربنا فين؟ لا والله، مصر اعبر رفح مفتوح على مدار ال 24 ساعه في السبعه ايام في ال 30 يوم. انما الاجراءات اللي بتتم من الجانب الاخر من اسرائيل عشان نقدر ندخل الحاجه دون ان يتعرض لها احد، هي اللي بتأدي لكده. وده ده شكل من أشكال الضغط على القطاع وسكانه عشان موضوع الصراع اللي بينهم على موضوع إطلاق الرهائن. يعني هم بيستخدموا ده كوسيلة من وسائل الضغط على السكان. أدي الحكاية. طب أنا بقولها دلوقتي عشان أسجل إن إحنا في مصر لا يمكن، ولازم تكونوا متأكدين من ده وأنتوا قاعدين في بيتكم ومن غير أنا ما أقول ولا يطلع بيان من هيئة الاستعلامات ولا من الخارجية ولا من الداخلية ولا المخابرات العامة. احنا ما نعملش كده، احنا ما بنعملش كده. مرة تانية، كل حاجة تهون وتفضل مصر، كل حاجة تهون وأمن وسلامة مصر. وعايز أقول لكم كل اللي مر ده واللي احنا بنعاني منه ده بفضل الله، بفضل الله، بفضل الله، وهو يسمع ويرى، هينتهي إن شاء الله.